الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصحراء تعلم الانسان الصبر على المصائب على الابتلاءات وقد روى ابن حبان في كتابه الثقات قصه بديعه رائعه رائقه يقول حدثنا الاوزاعي رضي الله عنه وارضاه عن عبد الله بن محمد قال: كنت مرابطا وكان رباطنا بعريش مصر قال: واذا انا ببطيحه وعند البطيحه خيمه داخلها رجل ذهبت يداه وذهبت رجلاه وذهبت عيناه ولم تبق له جارحه تعمل الا لسانه الذاكر الشاكر. سمعته يقول: ربي اوزعني ان احمدك حمدا اكافئ به نعمتك التي انعمت علي وان فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فقلت في نفسي اي نعمه فيها هذا الرجل؟ هل هذا علم ام فهم؟ ام الهام فجئت اليه مسلما فرد السلام قلت يا عبد الله سمعتك تقول ربي اوزعني ان احمدك حمدا اكافئ به نعمتك التي انعمت علي وان فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا فاي نعمه انت فيها قال اوما ترى ما فعل الله بي والله لو أن الله تعالى أرسل السماء علي فأحرقتني وأمر الجبال فدمرتني وأمر البحار فأقرقتني وأمر الأرض فابتلعتني لما وجدني إلا صابرا شاكرا محتسبا أما إذ جئتني إن لي عندك حاجة لي بني كنت إذا احتجت إلى الطعام أطعمني وإلى الوضوء وضأني وإلى السقاء سقاني أفتقده منذ ثلاث قال عبد الله بن محمد ليس على ظهر البسيطة من يسعى في حاجته أفضل منك قال فذهبت غير بعيد فوجدت أن السبع قد افترس الغلام قلت إنا لله وإنا إليه راجعون بأي وجه أرجع إلى هذا المسكين المكلوم وفي الطريق تذكرت أيوب عليه السلام فجئت إليه مسلما فرد السلام فقلت يا عبد الله أنت أعظم منزلة عند الله أم أيوب عليه السلام قال بل أيوب عليه السلام ذاك نبي قلت ألم يبتليه الله بولده وأهله وكذا قال بلى قلت كيف وجده قال صابرا شاكرا محتسبا قلت لم يرض منه ذاك ارتفع سقف البلاء حتى ابتلاه بكذا وكذا كيف وجده قال صابرا شاكرا محتسبا قلت لم يرض منه ذاك حتى أوحش منه في الطريق قلت كيف وجده قال صابرا شاكرا محتسبا اوجز ما وراك هذه المقدمات تدل على ان امرا جللا قد حدث ما وراك قال احتسب ابنك عند الله قال الرجل انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله الذي لم يجعل في ذريتي من يعصيه ثم شهق شهقة ومات قلت انا لله وانا اليه راجعون لا استطيع ان ادفنه وحدي وان تركته اكلته السباع غطيته ثم مر بضعه رجال قالوا ما وراءك قلت هذا قالوا اكشف لنا عن وجهه واذا به ينكبون يقبلون يديه وعينيه ويقولون عبد صالح طالما اصطف قياما لله طالما غضت عيناه عن محارم الله عبد صالح عرفوه قلت من هذا؟ قالوا اولا تعرفه؟ قلت لا مررت قبل قليل قالوا هذا ابو قلابه الجرمي هذا أبو قلابة الجرمي من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا العبد الصالح الذي ابتلاه الله عز وجل بكل ذلك فصبر وظفر إن شاء الله يقول غسلناه ثم كفناه ثم صلينا عليه ثم دفناه يقول عبد الله بن محمد: فذهبت لانام واذا انا بصاحبي عليه حلتان من ثياب الجنه الله اكبر يتلو كلام الرحمن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقُبَ الدار قلت اولست بصاحبي قال بلى هو ذاك قلت كيف وصلت الى هذه المنازل العظيمه انت الان في الجنه تسرح وتمرح تتنعم بنعيم الجنه قال ان لله درجات لا تنال الا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء ومراقبة الله في السر والعلن درجات عالية ان لله درجات في الجنة لا تنال الا بالصبر عند البلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء يضيء لصاحبه الطريق فيا من فقدت ابنك فلذه كبدك وثمرة فؤادك اصبر على ذلك إنك لا تستطيع أن تغير من أقدار الله شيئا فعليك أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى تنال الأجر كاملا عند الله إذا ما قبضت الملائكة روح هذا الإبن يقول الله وهو أعلم يا ملائكتي قبضتم روح هذا العبد ابنه فلذة كبده ثمرة فؤادي ماذا قال عبدي قالوا يا رب حمدك واسترجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر يقول الله عز وجل لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد هكذا هو الجزاء إنك لا تستطيع أن تغير من أقدار الله فلتذهب بالاجر الوفير، الاجر الكبير، الاجر العميم عند الله عز وجل. راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه عند قبر صبيها باكيه جازعه تولول فقال لها اتقي الله واصبري قالت اليك عني ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه يا الجبار اتقي الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمثل ما اصبت. هي مسكينه لا تعرف من تخاطب فجاء بعض الصحابه وسالوها قالوا لها ماذا قال لك هذا الرجل وماذا قلت؟ قالت قلت له كذا وكذا قالوا يا امة الجبار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت اليه راكضه قالت الان اصبر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى نعم تاتيك مصيبه كبيره ماذا ستقول ان لم تقل كما قال ربنا تبارك وتعالى انا لله وانا اليه راجعون ستكون عليك المصيبه مصيبتان لن تستطيع ان تغير اقدار الله وتكون قد خسرت ثواب الله عز وجل لأجل ذلك الصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة والصيام جمع وحوى أنواع الصبر كلها لأجل ذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الله اكبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فاسال الله تبارك وتعالى ان يبلغني واياكم درجات الصابرين القانتين المحسنين المتقين حتى ننال جنه رب العالمين ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والى لقاء اخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته